اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن افضل 3 فنادق في شرم الشيخ. الفنادق دي يا جماعه لاي شخص لم يجد من يحنو عليه. انت تروح بقى الفنادق دي تظبط الدوبامين بتاعك وتقعد تغني بقى كامل الاوصاف فتني والسبع نجوم خدوني من هواهم روح تغني اي عيني اي ليلي. بس الناس الغلابه المساكين اللي هم بيحجزوا في الفنادق دي بتصعب عليا جدا، مش عشان السعر غالي بس، لا، لان مفيش فندق تاني عجبهم بعد كده وهيفضلوا دايما مزنوقين في الشريحه دي من الفنادق. انا عندي اقضي 6 ساعات ديوس في اي فندق من دول افضل بكتير من ان اقضي 10 ليالي في فندق ما بيعرفش يتعامل برقي وبشياكه وبنظافه مع النزيل. فيلا بينا نخش في الموضوع. في المركز الثالث فندق ريكسوس شرم الشيخ. الفندق 5 نجوم صف اول في خليج نبا على بعد 8 كيلو من المطار و17 كيلو من خليج نعمة. فندق معروف ان هو للكبار فقط، بيتكون من 660 غرفه منهم 12 جناح ملكي، والفندق فيه مطعم رئيسي و7 مطاعم على كارت ضمن الاول انكلوسيف، وبالنسبه للبيتش جزء رمل وجزء صخري. في المركز الثاني فندق شتاجنبرجر الكازار. فندق 5 نجوم صف اول على البحر مباشره في اخر خليج نبا على بعد 12 كيلو من المطار و20 كيلو من خليج نعمة. الفندق ده مميز جدا جدا بسبب جمال الديكورات بتاعته، مستوحى من الطراز الاندلسي، كانك كده رحت قصر الحمراء في غرناطه، ويعتبر اشيك وافخم فندق في شرم الشيخ. ولولا الملامه كنت خليته في المركز الاول، بس علشان ما فيهوش اكوا بارك فاضطريت ان انا احطه في المركز الثاني. وانا شخصيا بفضل الفندق ده لاي حد بيحب الراحه والهدوء والاستجمام. الفندق ده فيه 7 مطاعم فري ضمن الاول انكلوسيف، وفيه 5 حمامات سباحه، وبالنسبه للبيتش فيعتبر صخري. في المركز الاول فندق ريكسوس بريميوم سي جيت. الفندق 5 نجوم صف اول على البحر مباشره في خليج نبا، وده يعتبر افضل واغلى فندق في شرم الشيخ، والفندق فيه مطعم رئيسي و8 مطاعم الاكارت ضمن الاول انكلوسيف، وفيه 11 بار منهم اللي شغال 24 ساعه، وموجود في الفندق 9 حمامات سباحه واكوا بارك 16 لعبه، ده غير الجيم والسبا والكيدز اريا، وبالنسبه للبيتش فيعتبر صخري. دول في وجهه نظري افضل 3 فنادق في شرم الشيخ. يجي في المراكز اللي بعدهم بقى سان رايزات وجازات وسافويات. فلو عجبك الفيديوهات ياريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر ونكون دايما دليلك في كل مكان. ونشوفكوا على خير.